وفتي بلارن وهو قامين يا وسيرك وسارة داري ما جودها السومالي لان محمد كاين أحمد وكمدها وفتي وسيرة دعيه حولها نبضين تبريها بوتشو جاي دك ماذا عيلة فين قلبت كقبل كالسنة أيام ما تسوق قري مقالة ماذا حلو قبل كالسنة عرقابو وحنا دولت كقلبت مقالة عرقابو كجور تجاي برصاب كالسنة ما يرك دك ماذا عرقابو انت هسيك دبنا وح وفتي قلوس وقلبي جاي جودها مقالة عرقابو جارها نقول جمرتلا وحنا هالكسو ورين هذا لوس ودوين هكسو كذي ما يرك عرقابو اسماعيل حاتش نور يبرا سابقا قبل كالسناك محمد أحمد عالين تيم برا ما انت وحا هنشولي ويني ولو يمين وشيركا رغنا بقلها محمد كاين أحمد وشيركا مكرلون كايوه حولان حولها حسن قافادي وشيركا عيارها بوس مرة يركب الرسول الشراكيشة عينك غرنكا لا ماك رجوان على اسماء قبل أمنكا لمن بوحنا لنا هاي كشور دوادا مقال ما حد قبل كسنة عرقابو ولكم مرنا لنا كشور دوادا وسير هذا وسير كورسات تهريمها كده وسير كسبورتكا وسير كحنانة حولها أقاسمها كده أمنكا لما سراكيش عيدا مضا وحنا لنا هاي كشور دوادا قبل كسنة قارهان دقم هذا عرقابو مقال عرقابو قاعم فرمان كشور دوينينا صورين سيجنوا ونوطن بين دوننا idina khair baan idin karashaynaana khair baan nagal kulmi doodaan ku soo dhawaada wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin oo jeedka socdaalkiisana warbaahinta uga warramayayna wuxuu yiri aad aad baan idin ku mahadnaqayna aniga ku hadlaya magaca wasiirada aniga ku hadlaya magaca wasiirada waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa sida fiican halkan noogu soo dhaweeyseen annaguna idin ka maana fogaano bariyaha badweynaha ka eelafin wada joognay aad iyo aad baan ugu idin ku mahadnaqayna rin ta ka dambayna dahol bayno noqon doonaan soo raasanaynaa dhinaca kalena wasiir maxamed kaahin oo warbaahinta wax ka waydiisay xaaladda nabadgelyo ee gobolka Sanaag ayaa gabi ahaanba ka gaabsaday inuu wax tafaasiil ah ka bixiyo xilli ay jiraan saraakiil ciidan oo la hadal hayo inay goosteen habeenkii xalay to ahaa Saciid Muuse Faarax Saciid Qurbaawi warbaahinta badda Cas TV ciiri gaba